هذه الإدارة الذاتية هي الآن منعمة، وأخاطب السيد الرئيس بشار الأسد، تعال وأرى ماذا فعل أبناء هذه الإدارة الذاتية الذين أملوا فيها الاستقرار والحرية والمساواة. الأمر الذي يفيفون به إن الأكراد يريدون دولة، هذا الكلام يقوله الأعداء ليس نحن. الأكراد مواطنين سوريين يدافعون عن ديارهم، هذه ديارنا المشتركة سريانا وأكرادا وعربا، وحققنا ما لم يحققه أحدا في سوريا. فإن كنتم تنشدون المصالحة الوطنية ولدور الأمن من سوريا فلتكون بوابتها الإدارة الذاتية، والسلام عليكم ورحمة الله. كان ودي استكمل الدولة القومية وتعصب القومي وتداعياتها بالنسبة للشعب العربي يلقيها السيد عضو الهيئة التنظيمية، السيد محمد التايه عضو الهيئة التنظيمية للمجلس الفيدرالي في روجافا شمال سوريا مع عروة بيت نهضي. نستفيد من دروس الماضي ونستفيد من الدروس التاريخية القاسية التي سردها زملائنا. حتى نتقابل تلك هويتي واعتز بهويتي السوريه. انا سرياني اعتز بقوميتي واعتز بهويتي السوريه. ولكن اولا واخيرا نحن سوريون بالكامل دون اقصاء او ادعاء. المهمه هناك اجماع اخر بان الدوله لم تستطع أن تكون جواباً للحرية التي نبحث عنها. كلهم أولاً سريان، أشور، تركمان، عرب، جميع المكونات في سوريا والشرق الأوسط